التعليقي على ملف المفاوضات ينضم إلينا من رام الله السيد جهاد حرب الأكاديمي والباحث السياسي. سيد جهاد أهلا بك معنا. في تعليق للسيد سامي أبو زهري للتلفزيون العربي على ما عرض على حماس، قال ببساطة: يقولون لنا أعطونا أسرانا ثم سنقوم بقتلكم وذبحكم. إلى أي حد هذا دقيق ويلخص بالفعل ما عرض على حماس الآن؟ هذا دقيق، لأنه نتنياهو منذ بداية الحرب يريد استعادة الأسرى، هذه هي بالنسبة له الصفقة أو ما يتم الحديث عنه عن هدنة، هي فقط من أجل استعادة الأسرى ثم العودة للقتال، وهذا أحد أهم الشروط التي وضعها نتنياهو. والمقترحات الأمريكية الأخيرة تشير بأن هناك شرعنة إذا جاز التعبير للاحتلال الإسرائيلي بالتواجد في محور نسرين وكذلك فيلادلفيا، وهما يشكلان عنوانان رئيسيين للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. منها أولا إطلاق الحصار على قطاع غزة عندما يتم احتلال محور فيلادلفيا، وبالتالي كل الحدود لقطاع غزة هي تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي من الشمال والشرق والجنوب بالإضافة إلى البحر. و محور نتسارين هو قدرة الاحتلال الإسرائيلي على الدخول والخروج وفصل قطاع غزة، وبالتالي يبقي على إثر ذلك على الاحتلال الإسرائيلي موجودا في قطاع غزة. وهل يعني ذلك يعني هذا التصريح موافقة أمريكية ضمنية على هذا الأمر، يعني عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا ونتسارين، يوجه رسائل إلى جهات عدة، إلى المقاومة وكذلك إلى مصر؟ أولا المقترح هذا هو يتناقض مع كل التصريحات الأمريكية السابقة التي أشارت بأنهم يرفضون احتلال قطاع غزة أو إجراء تغييرات على البنية الجغرافية والديمغرافية لقطاع غزة. مع ذلك اليوم نشاهدهم أنهما يريدان أولا استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ثانيا يتناقض أيضا مع المصالح المصرية. عندما يتم الحديث عن محور فيلادلفيا، هناك اتفاق مصري إسرائيلي عام 1978 وتم تعديله في عام 2005 فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا وكذلك معبر رفح، وبالتالي هذا خرق لاتفاقية السلام المبرمة وأيضا خرق للأمن القومي المصري الذي يعتبر أن الحدود الفلسطينية المصرية هي جزءا من الأمن القومي المصري والمجال الحيوي للأمن القومي المصري. لذلك نرى أن مصر حتى الآن ترفض التواجد العسكري الإسرائيلي على محور فيلادلفيا لأنه يشكل خرقا لهذه الاتفاقيات، وأن الأمر الواقع أو فرض أمر واقع في هذه المناطق لا يمنح شرعية للاحتلال الإسرائيلي أو تعديلا للاتفاقيات دون أن يكون هناك اتفاقا مشتركا، وأي اتفاق ينبغي أن يكون بموافقة الطرفين، وهذا الأمر يتناقض مع القواعد المرسومة على ما يبدو منذ اتفاقية السلام إلى اليوم. لذلك المصريون يرفضون الوجود الإسرائيلي على معبر رفح ومحور فيلادلفيا، الأمر الذي يشكل أيضا تناقضا مع المصالح المصرية. لذلك أعتقد أن هذا الأمر سيكون فيه صعوبة بالغة، على الرغم أن الاحتلال الإسرائيلي حاول أن يفصل ما بين المفاوضات المتعلقة في محور فيلادلفيا والمفاوضات الأخرى، بمعنى أن تكون مفاوضات ثنائية مع مصر في هذا الشأن دون أن يكون هناك أن تكون جزءا من أي مفاوضات مع الفلسطينيين، إلا أن ذلك فشلت به، وهي محاولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى تفتيت الملفات. وهنا شاهدنا خلال الفترة الأخيرة هناك وفود تتفاوض في مصر ووفود تتفاوض في الدوحة، حتى في مصر يعني لم يحرز أي تقدم في هذه المفاوضات المتعلقة بمحور فيلادلفيا. الآن تعليقا على هذا التصريح من نتنياهو، هيئة البث الإسرائيلية تقول إن نتنياهو يريد تفجير المفاوضات، هل ينظر في إسرائيل على نطاق واسع إلى المسألة من يعني من هذه الزاوية، أن يحمل نتنياهو الفشل في التوصل إلى اتفاق وبالتالي استعادة الأسرى؟ هناك قناعة واسعة لدى الجمهور الإسرائيلي بأن نتنياهو هو الذي يعطل ويدمر إمكانية الوصول إلى الاتفاق. واليوم بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن استعادة 6 جثث من الإسرائيليين من قطاع غزة،
أثارت حفيظة الجمهور الإسرائيلي ضد الحكومة والرئيس الحكومة الإسرائيلية، لأنهم كانوا يعتقدون بأن جزءا من هذه الجثث كان يمكن أن تعود أحياء أو أصحابها أن يعودوا أحياء حتى شهر آذار مارس الماضي. وبالتالي اليوم هناك تحميل مسؤولية لنتنياهو شخصيا عن تدمير الوصول إلى ذلك. وكل التصريحات والشروط التي يضعها نتنياهو هي محاولة لعرقلة وتدمير الوصول إلى اتفاق، وهذا بات واضحا لدى الجمهور الإسرائيلي. حتى أن أحد العائلات الإسرائيلية الذين لديهم أحد أبنائهم في قطاع غزة نقل عن رئيس الموساد الإسرائيلي بأن لا يمكن الوصول إلى اتفاق مع وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية. صحيح أن مكتب نتنياهو قد نفى ذلك، لكنه ليس مستغربا لوجود الخلافات الواسعة بين الوفد المفاوض الإسرائيلي وكذا ورئيس الحكومة الإسرائيلية، ما بين المؤسسة العسكرية والأمنية وما بين رئيس الحكومة الإسرائيلية الوحيد الذي لا يريد الوصول إلى اتفاق، بالإضافة إلى اليمين الفاشي في إسرائيل مثل سموتريش وبن غفير الذين لا يريدون الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى. هؤلاء لا يرغبون بذلك لأنه يتناقض مع الفكر الأيديولوجي لهم الذي يقول بأنهم يمكن الاستغناء عن عددا من الإسرائيليين مقابل إخضاع الفلسطينيين، وهذا وفقا الستار الحديدي الذي يؤمنون به وهو لجبرتونسكي الذي يرى بأن الفلسطينيين عليهم أن يخضعوا للاحتلال الإسرائيلي والهيمنة عليهم وإقامة دولة إسرائيل ما بين النهر والبحر. وهذا ما يريده نتنياهو، وبغض النظر عن مصالح المجتمع الإسرائيلي عن مصالح إسرائيل الكبرى. وهذا شاهدنا على سبيل المثال عندما قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن نتنياهو يعمل ضد مصلحة إسرائيل. وهذا هناك العديد من التصريحات لزعماء المعارضة أو لأحزاب المعارضة، سواء رئيس حزب الديمقراطيين له الذي يشمل ميرتس والعمل، أو رئيس المعارضة نعم. الإسرائيلية لبيد وغيرهم، الذين يشيرون بوضوح بأن نتنياهو بإصراره على عدم الذهاب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين يعني أنه يستغني عن هؤلاء الأسرى وعن هؤلاء طيب سيد الإسرائيليين. جهاد، يعني الآن الموقف الإسرائيلي، موقف نتنياهو واضح، وكذلك موقف حماس واضح وقاطع أنها لن تقبل أي مقترحات عدا ما وافقت عليه في 2 يوليو الماضي. الآن هل هناك فرصة لإنقاذ هذا الاتفاق وكيف؟ يعني هناك فرص بكل تأكيد إذا استعادت الولايات المتحدة الأمريكية وعاودت النظر في المقترحات الأمريكية التي قدمتها والتي تشكل انحيازا واسعا وكبيرا لإسرائيل. في ظني أن هناك إمكانية أو في هناك فرصة، ونحن نقول أنه ما دام هناك تفاوض هناك فرص للوصول لاتفاق، لأن المفاوضات هي التي تجسد الهوة فيما يتعلق بالقضايا المختلفة بين الأطراف المتصارعة. ومع ذلك على الرغم من أن التفاؤل تراجع كثيرا بعد المقترح الأمريكي، لكن هناك فرص، هناك عمل ينبغي أن يكون من قبل الوسطاء لتعديل المقترحات الأمريكية، وأيضا لفرض شروط الاتفاق على الحكومة الإسرائيلية واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية وقدراتها وتحويل الرغبة الأمريكية للوصول للاتفاق إلى إرادة سياسية من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية. لم يعد أمام الفلسطينيين أو حركة حماس ما تقدمه من جديد أو تقدم مرونة أو تنازلا فيه، حيث أن الورقة الوحيدة اليوم الذي لحركة حماس هي موضوع الأسرى، وأن الخسائر الكبيرة التي منيت فيها حركة حماس على مستوى مقاتليها وقيادات من صف أول من الكتائب أو من الجناح العسكري، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة للشعب الفلسطيني على مستوى البنية التحتية وأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى، الأمر الذي يجعل حركة حماس مصممة في هذه الفترة أو هذه نعم. الآونة على الاستمرار في المواجهة ما لم يكن هناك شروطا مرضية تتعلق بانسحاب كامل للإسرائيليين من قطاع غزة، وأيضا لتبادل أسرى واضح ويحفظ للفلسطينيين القدرة على الاستمرار على الحياة في قطاع غزة. أشكرك جزيلا الشكر سيد جهاد حرب، الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.